أهلا وسهلا بكل متابعين الكرام، متابعين المختصر المفيد. سواء كنت بتحب أو بتكره الأناتومي، في فيديو النهاردة كده هتستفيد، لأننا هنتكلم عن عضو بيأثر بشكل كبير ومباشر على أنشطة حياتنا اليومية. هنتكلم عن البنكرياس. هنشرح بشكل مختصر مكان البنكرياس وأجزائه وعلاقته بالأعضاء المحيطة به، وبعد كده هنوضح وظائف البنكرياس. البنكرياس يقع في منطقة الريتروبروتينيوم، لذلك لما نيجي نوصف البنكرياس هنقول عليه is a long narrow retroperitoneal organ. يقع البنكرياس خلف الاستومك ويمتد بشكل عرضي وزاوية ميلة بين الديودينم اللي هو الاثنى عشر والسبلينيك هايلم. ينقسم البنكرياس الى خمس اجزاء: هيد and سنيد بروسيس، نيك، بنكرياتيك بودي، وجزء الاخير وهو التيل. الهيد اوف بنكرياس يقع خلف وعلى الجانب الايمن للبادي والتيل، ومحاط بالكيرف الخاص بالجزء الثاني من الديدونم تقريبا عند مستوى الفقره القطنيه الثانيه والفقره القطنيه الثالثه L2 و L3. البنكرياتيك هيد يقع امام الاي في سي اللي هو انفيريور فينا كافا، وايضا امام الرينال فينز. يوجد اثنين فيسلز يمكن رؤيتهم بيمروا من خلال البنكرياتيك هيد، وهما السي بي دي، وده اختصار لكومن بايل داكت، ودي بتمر على الرايت بوستيريور اسبكت، والجاسترو ديدونال ارتري، وده بيمر على الانتيريور اسبكت. نيجي بعد كده للجزء الثاني وهو الانسنيت بروسيس، وهو عباره عن ميديال وبوستيريور اكستنشن للبنكرياتيك هيد، يقع بين السوبيريور ميزنتريك فين والاي في سي. الجزء الثالث وهو النك، وده الجزء المحاصر بين البنكرياتيك هيد والبادي. يوجد خلف النك جزء اسمه بورتال سبلينيك كونفلوينس، وده المكان اللي بيتكون فيه البورتال فين نتيجة اتصال كل من السوبيريور ميزنتريك فين والسبلينيك فين. الجزء الرابع وهو البادي، وده أكبر جزء في البنكرياس، بيمتد بشكل عرضي إلى الجانب الأيسر ويقع أمام كل من الأورتا والسوبيريور ميزنتريك أرتري. السبلينيك فين بيمر بمحاذاة البوستيريور سيرفيس اللي هو السطح الخلفي للبنكرياتيك بودي أثناء مساره للبورتال سبلينيك كونفلوينس. البودي بيبدأ يتقلص في الحجم وهو متجه لأعلى وللخلف لحد ما ينتهي بالبنكرياتيك تيل، وهو الجزء الأخير من أجزاء البنكرياس. البنكرياتيك تيل بيمتد للليفت أنتيريور بارارينال سبيس أمام الليفت كيدني وينتهي عند السبلينيك هايلم. وبكده نكون خلصنا الخمس أجزاء المكونة للبنكرياس. نيجي بعد كده لوظائف البنكرياس. البنكرياس بيقوم بوظيفتين: اندوكرين فانكشن لانه بيفرز انسولين وجلوكاجون، واكسوكرين فانكشن لانه بيفرز انزيمات هاضمة بتساعد في عملية الهضم. بيتم نقل الاندوكرين هرمونز الى الدرينج فينس سيستم. الانزيمات الهاضمة بيتم نقلها للسمول انتستنز.
الاندوكرين هرمونز بتساعد في التحكم في تركيز البلازما جلوكوز، والدور الرئيسي للانسولين هو انه بيرجيوليت سيلولار ابزوربشن اند يوتيليزيشن اوف جلوكوز، وبالتالي بيأثر على كل من الكربوهيدرات والبروتين والليبيد ميتابوليزم ان ذا بودي تيشوز. الجلوكاجون بيقوم بوظيفة مضادة للانسولين، وده لانه بيرفع مستويات سكر البلازما عن طريق رفع معدل تكسير الجلايكوجين وتكوين الجلوكوز في الليفر. بالنسبة للإنزيمات الهضمة للبنكرياس بتشمل الأميليز لهضم النشا، واللايبيز لهضم الليبيدز اللي هي الدهون، والبيبتيديز لهضم البروتين، والصوديوم بكربونيت علشان تعادل الجاستريك أسيد اللي هو حمض المعدة. إنزيمات البنكرياس الهضمة بيتم نقلها للديودنم عن طريق جهاز البنكرياتيك داكتس. المين بنكرياتيك داكت أو ما تسمى داكت أوف فيرسونج بتبدأ في البنكرياتيك تيل وبتمر بطول البنكرياس لحد ما تنتهي بجزء اسمه أمبولا أوف فيتر، بحيث يتم اتحادها مع السي بي دي اللي هو كومن بايل داكت، ويتم تفريغ الاثنين مع بعض داخل الديودنم عن طريق مجموعة عضلات اسمها سفنكتر أوف أودي. الارتيريال سبلاي للبنكرياس بيأتي من فروع السيلياك ترانك والسوبيريال ميزنتريك ارتريس، والفينوس بلاد بينتقل من البنكرياس للبورتال فين عن طريق السوبر ميزنتريك فين او السبلينيك فين.